3 2 1. ورجعنا لكم بعد الفاصل حتى نستقبل كل اتصالاتكم احبائي المستمعين، ونستقبل اول اتصال. حبيبي شلونك؟ اهلا استاذ، شلونك يا حلو؟ انا سامر الكتالوني. يا روحي انت يا سامر، انا بخير ما دام انتم بخير، وكل المستمعين الحلوين بالف خير. حلقتك ذاك اليوم كانت تجنن، ويا صديقة البرنامج غيت ما صعدني فد يوم وياك بالبث. الو، حتى هنا صارت واسطات. لا يعني الاستضافة كانت صدفة، بس اكيد راح اعودكم فقرة اسبوعية وقرع بين المستمعين حتى نختار منهم ضيف بالبرنامج. ان شاء الله تكون انت احد الضيوف، نستقبل مقترحاتك كل شيء. تفضل حبيبي. الو الو، قطع الاتصال، روح لي اغنيه ونرجع. وناخذ اتصال ثاني ونقول الو، من ويانا؟ شلونك استاذ؟ انا متابعكم طه علي. يا هلا بطه، وبيا هلا بيك يا حبيبي. وبيك اكثر استاذ، انا مستحيل اطلع للشغل قبل ما اسمع منك البرج مالتي استاذ، خصوصا الوضع العاطف استاذ منير. الظاهر يا طه العاطفه مديته كلش. اي والله استاذ راح اموت. استغفر الله عليك يا حبيبي. وشوف راح اقول لك شيء واحد، لا تخلي الامور العاطفيه تكون محور حياتك، لانه صدقني تعبك. استاذ منير احنا وين حاصله بيدنا هاي الامور؟ ما مثلك ما شاء الله، دق علاقات مشهور وكله معجبات وزحف على البنات بحجة تقرأ الأبراج استاذ منير. يعني هو شنو، هو حسد؟ لو أنت جاي تحاسبني يعني معيب قدام المستمعين؟ شنو الكلام هذا؟ أنا متصل ولحق عليك. تحترم نفسك وتحكي مثل الأوادم. ليش أنا حيوان؟ طلع وجهك الصدق، ليش تخليني أحكي؟ مقياساتك كلها عندي. اقطع الاتصال، اقطع الاتصال، اقطع الاتصال، نطلع فاصل هنا ونرجع. الو، انت وين؟ ليش صاير شيء؟ هسه تجين اريد اشوفك. انت وين؟ ما اقدر. شو يعني ما تقدرين؟ هسه تجين ضروري. اذا تريد تشوفني انت تجي. وين؟ هسه راح ادز لك اللوكيشن. باي.